الايامات هذه راه كاين واحد شويه ديال الغلال بالنسبه للمواطنين المساكن، القدره الشرائيه راه ما كايناش، غادي يضطروا شويه في هذه اليومين، ولكن غادي تنفس القضيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلعه اللي كاينه دابا حاليا كاينه سلعه الاكسبور، الكيوي فيها لافوكا فيها الاناناس فيها بوعويل، هادشي هو اللي خدام دابا، هو اللي كيمشي دروكا حاليا، هو اللي كيتمشي دروكا. وسلعه البلاد راه التفاح، راه كاين التفاح ديال البلاد راه كاين، اي مناسبات تاع العواش راه تكون هكا تزاد فيها واحد شويه في الثمن. وبالنسبه للثمن اللي كاين اللي تيروج دائما، راه انتم عارفين شنو هو اللي مغلي، راكم ما تناقشوش في هذا الشيء هذا، راه كاين الغاله جايه من الفوق. اولا راه الكونتيتي قليله، الطوناج راه قليل، ثانيا راه المازوت راه غلا، وكاينه شي مسائل اخرى راه كثيره، الا بغيتي تهضر راك عارف انت، راه ما خفاك راه هضره كثيره راه ما تقاداش. وهو راه بالنسبه لشي قلت لك انا القدره الشرائيه للمواطن المسكين راه ما في استطاعتوش، ما مناسبهش، ولا الناس غادي يدي، راه الظروف راه اللي قال هذاك راه فرضت ان المناسبات العواش راه فرضت هذا الشيء هذا، ما عند الانسان ما يدير. اما هو بلا كاع العواش السلعه راه قلت لك انا الكونتيتي ما كايناش، الطوناج قليل في اي سميتو باي سلعه، الطوناج راه قليل، لان السلعه ما تتوفرش على ذاك الطوناج اللي موالف تيكون هاد السنوات اللي مضات، هاد السنوات اللي مضات موالفه تكون نقولوا مثلا واحد 100 طن ديال التفاح، صبحات حاليا دروك 10 طن، هذا هي مثال عطيته لك بسيط، المهم راه بغات تكون الالوفات ديال الاطوان، فهمتي دروك اللي بغات تكون. ودروك حاليا دروك اللي كتكون عنده، اللي كتكون عنده 100 طن عنده 20 طن، كيف غايدير ليها؟ انتم مالك عارفين راه كل شيء غالي، ما الدواء غالي، كل شيء غالي، المازوت غالي، راه ما كاين ما كيبغي يدير هذا الفلاح مسكين. وهذا الوسيط حتى هو الوسيط راه داخل، هي وسيط راه عارف انت، راه التاجر تيبقى هي تاجر، راه ربما ينتج حتى هو يصور واحد 10 دلال ولا يخسرها، هذا هو التاجر، راه حتى هو راه مساهم حتى هو مع الدوله، راه كيخلص واجبات، تيخلص قوانين، تيخلص العسل، تيخلص راه هذاك عارف انت كل شيء. اما خفيه حتى شي حاجه، والمواطن راه فاهم هذه اللغه، هذه راه فاهمها المواطن. الحكومه عندها دور، الدور ديال الحكومه راه وقت خصها ترخص المواد الغذائيه اولا. احنا نهضروا في الزيت، خلي انت نهضروا على في الفواكه دروكا وفي الخضار، غادي نهضروا في المواد الغذائيه. الزيت غاليه على المواطن، بجوج الزيت بالصبح، الحليب هو صبح ب 160 ريال لتر، يعني نسيتروا ب 4 دراهم. الحليب راه كان الناس تيشربوا غير بخمسة دراهم وبربعة دراهم. الأساسي الله يجازيكم بخير هو المواد الغذائية. أما هذا الشيء هذا راه غادي إلا كان اليوم غالي غدا غادي يصبح رخيص. أما المواد الغذائية راه ما تترجعش. راه غادية في الغلاء، راه غادية اليوم على غدا وغادية في الغلاء هي. هذا راه خصهم يشوفوا حل المواطن الله يجازيهم بخير. مزيان إن شاء الله، الله يوفقكم على خير. خويا هاد العام راه لا اله الا الله، راه الناس اخويا تيجيو تيدخلوا للسوق هنايا، ولكن تيشوفوا هاد الاثمنه اللي هي خياليه، تيبقاو الناس مساكنين تيشوفوا تيدوروا حتى تيعياو في السوق وتيمشيو في حالهم. واش اليوم انا عباد الله الصندوق جير 3000 ريال جير 4000 ريال، واش مسكين خدام ب 100 درهم بيجي تقتل لك صندوق ب 150 درهم؟ كاينه بلاصيانا، كاين نافيل ديال الماكله، كاين سانكيل، كاينه صلاصيانا، هادشي اللي كاين دابا اخويا، هادشي اللي واجد دابا. السلعه راه غاليه، المستهلك دابا راه ديال هنا ديال 10 دراهم، ديال 10 دراهم من هنايا، اما على برا راه تيقولوا فيه 260 300 درهم. ايوا هادشي اللي كاين اخويا. شوف حنا الله يجري شي تاويل وصافي، نسبه كبيره ديال لومبالاج تخرج على برا، السبليون فرنسا، داك الشيء السلعه المليحه اللي تخرج على برا وتيبقى هي التيشي. كل سلعه 3000 كل سلعه. التيشي هو اللي تيبقى لنا هنا تنبيعه للمواطن ب 3000 ريال، واش هادي ب 3000؟ واش حنا كاع جينا، واش هو هذا المخطط الاخضر اللي دار سيدنا الله ينصرو؟ واش هو هذا المخطط الاخضر؟ احنا راه بلد فلاحي، راه خصنا الليمون هذا نشدوه ب 1000 ريال للصندوق. ما تفكروش المواطن وما تفكروش الناس، تفكر هي في راسها، المسؤولين تفكروا في ريوسهم.